الصلاة والسلام على حبيبه سيدنا ونبينا وربنا وحبيبنا وملجأنا ومأوانا وراحة قلوبنا وسرور أبداننا وشافع يوم محشرنا ودافع بلائنا ودافع بلائنا ودافع بلائنا ومنجأنا وباكينا لنظر الله محمد وآله وأصحابه أجمعين. والله من أمة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. يا إلهي محمد هذه المفتحة اجعلنا مفتوحا من الآيات والكرامات ووفقنا بالطاعات والعبادات. يا إلهي حفظنا من الآفات والبليات وباركنا في الرزق والعمر والمال والأولاد والأجساد والأسرار. ربنا وجعلنا من لدنك وليا ربنا وجعلنا من لدنك نصيرا نسألك العفو والعافية والمعافات الدائمة في الدين والدنيا والآخرة والفوز بالجنة والنجاة من النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان. ربنا آتك رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا من النيران. ربنا حي لنا من أمرنا رشدا ربنا حي لنا من أمرنا رفقا ربنا حي لنا من أمرنا مرفقا آتنا ونياتنا أنت وليي في الدنيا والآخرة أنت حميمي في الدنيا والآخرة أنت رفيقي في الدنيا والآخرة. اللهم قد غرقنا بمحر سيارة لكن وجاه بفضلك وحبيبك العار أنك قد مجرعاننا من الطرقات السفلى والنيران. اللهم ارزقنا حبك وهو نبيك العار وهو من حبك هو نبيك العار ولا تخيبنا ببابك يا خير الحاكم. اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره. اللهم ارزقنا الجنه وغير اسراف. اللهم يسر سبيلنا على بيت ابيك العار وعلى بيتك الحرام محمد النبي عليه الصلاه والسلام. يا كريم كرم فرما اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم را صدقہ کرم فرما قبلہ صاحب دی چاہر جانب تو فاضل انہاں کی آسدین دے حسن شریران دے شاہ منافقین دی منافقت ساہرہ دے ساہر اور ہر قسم دی بری نظر تو معاف کر صوبان صاحب دی حفاظت فرما عیدگاہ دی حفاظت فرما عیدگاہ دی جسمانی اولاد دی حفاظت فرما عیدگاہ دی روحانی اولاد دی حفاظت فرما عیدگاہ دی روحانی اولاد جو خوبصورت پروگرام اس وقت سجا رہی ہے. کریم تمام محافل سجان والے آن والے کوئی بھی صحیح سیرت سے سجلت کر رہے ہیں پانچ روزہ دورے اے کریم نے سارے دیا محبت کیتا اپنے حضور قبول فرما اور اپنی شان دے مطابق اجر عظیم عطا فرما. اے کریم پاکستان دی حفاظت پاکستان کی اندرونی اور بیرونی سازشاں تو معاف کر پاکستان کی دہشت گردی دی لعنت تو نجات عطا فرما پاکستان کی سود دی لعنت و نجات عطا فرما. اے کریم عالم اسلام دی حفاظت فرما عالم اسلام کی عوام اتفاق و محبت عطا فرما. اے کریم فلسطین دے مظلوم مسلمان مقبوضہ کشمیر دے مظلوم مسلمان یا کسی بھی جگہ کوئی بھی ظالم کسے تے ظلم کر رہے ہیں کوئی بھی ظالم کسے تے بھی ظلم کر رہے ہیں اے کریم مظلومہ دی مدد فرما ظالمہ کی ہدایت عطا فرما. اے کریم ابی رحمت آدھے تمام دروازے اسا سارے دوتے کو سوار و مبارک دا صدقہ ابی رحمت آدھے تمام دروازے اسا سارے دوتے کو ہر خیر دینا اسا سب کی نواز اور ہر خیر دا اسا سب کی حصہ بنا اور ہر شرط اسا سب کی معاف کر شیطان شیطانی وسواس کو وسوسات تو بچا جنات دے شرط تو بچا. اے کریم ساڑھے اپنے نفس دے شرط تو سب کی بچا جسمانی روحانی ظاہری باطنی شفا عطا فرما ایمان دی سلامتی عطا فرما ایمان والی پاکیزہ زندگی عطا فرما ایمان والی موت عطا فرما شہادت دی موت عطا فرما. اے کریم جتنے حاضر سب تے اپنے فضل و کرم دی بارش عطا فرما سب کی جائز خواہشات قبول فرما نیک تمناؤں کی قبول فرما خالی چوریاں کی اپنی رحمتاں دے نال پار دے. اے کریم کرم فرما کسے کی بھی کسے کی بھی کسے کی بھی اپنے کرم تے محروم مت سب کی ہدایت عطا فرما سب تے کرم فرما سب دا تعلق مدینہ پاک نال جوڑ دے سب کی مدینہ پاک دی حاضری نصیب. محترم وزیر صاحب رونق افروز
علماء کرام رونق و فروزن ارادی عزت عطا فرمائے آمین اللهم اعز الاسلام والمسلمين آمين اللهم انت حافظنا آمين انت ناصرنا آمين انت هادينا آمين انت راشدنا آمين انت دليلنا آمين انت ولينا آمين ارحم علينا ولا تعذبنا بذنوبنا آمين ولا تبتلينا بذنوبنا آمين ولا تسلط علينا الظالمين بذنوبنا آمين وكفر عنا سيئاتنا آمين وهب لنا من لدنك الرحمة آمين انك انت الوهاب آمين انت الوهاب آمين انت الوهاب محمد النبي السيد الأبرار يا رب يا كريم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا حل لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه ونور عرشه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب يا كريم يا رسول صلى الله عليه وآله وسلم يا رب مبارك